شكرا بزاف الله يكبر بيك. ميرسي جريدة مدار 21. رمضان كريم عليكم وعلى جميع المشاهدين ديالكم. بيان سور غنكون فرحانه بزاف وسعيده جدا بهذا النجاح هذا اللي حقه المسلسل، والتفاعل ديال الجمهور مع المسلسل، والتشويق اللي كاين في المسلسل اللي كيتسنى الجمهور دائما كيسولني شنو غادي ديروا فين يوصل. دونك سعيده جدا 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 بزاف 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 التفاعل الجمهور مع المسلسل المكتوب. شوفي شي حاجه اللي كتخرج من القلب كتوصل للقلب، وهاد الطبقه هذه الشعبيه ما بعيداش عليا، كنعرفهم وجالسه معاهم وحاضرين لنا المناسبات ديالنا وعارفينهم وعارفين يعني كنلمسهم واحد غير حنا المسلسل سلط عليهم الضوء، اما هما راه حنا عارفين هاد الطبقه وعايشه معانا. ما كنظنش ميمكنش نديرو شي مناسبة ما يكونوش معنا فيها الشيخات، غير المسلسل سلط عليهم الضوء غراس فتي اليوسفي اللي كتبت المسلسل، زاد سلط عليهم الضوء اكثر. كنتمنى ومي الهدف ديال المسلسل ماشي هو باش نغيروا النظرة ديال المجتمع للشيخة، الهدف ديال المسلسل هو نقربوا الناس من الشيخة، من المعاناة ديالها اليومية، من شنو كتعيش، شنو النفسية ديالها، هذا هو الهدف من المسلسل، ويعني ونتقبلوا الناس كيما هما، نتقبلوا الناس كيما هما بحوايجهم الخايبه بحوايجهم المزيانه بخدمتهم، ماشي ما نقيسوش الناس باش كتخدمي انت ولا شكون اصلك، نتقربوا من الناس بشخصيتهم باخلاقهم، هذا هو الهدف اللي بغى يوصل ليه المسلسل. الدنيا يمكن انا ما شفتهاش اكثر من 12 عام، ما كنتش تلاقيت معها، وكانت الوقت اللي تلاقيت معها جلسات خفيفه بزاف، هي كانت كدرس مع الزوج ديالي ويمكن جلسات خفيفه بزاف هي مره ولا جوج، وما تلاقيناش شي مده 12 عام او اكثر. اوتوماتيك متلاقينا النهار الاول صاحبنا ضحكنا، وكنت كنقول خاصنا نتصاحبوا اكثر باش يبان العمل، مي بحال قالوا حنا بحال جوج لعابه، كتلوح لي الكره كنماركي، كتلوح لها الكره كتماركي، والحمد لله يعني هذا الشيء اللي كان في الكواليس ديال الضحك وديال الانسجام بان المشاهد، هذا الشيء اللي عجبني اكثر حس به المشاهد. هو كاين عندنا هالطبقات، يعني كيف عندنا الطبقه الشعبيه اللي هي الشيخه وصحاباتها وبنتها، كاينه عندنا الطبقات ديال عائله المعطاوله فاميلي العائلات الكبيره كاينين، فزوين هذا التناقض في الاعمال المغربيه، وزوين هذا التناقض اللي كاين عندنا في المسلسل، نقربوا الناس من العائله تقربوا من الطبقه الشعبيه، وكذلك الطبقه الشعبيه تشوف الناس يعني الطبقه الراقيه كيف، هذا هو الجميل وهذا هو اللي حاولنا نخلقوه في هذا المسلسل، يكون واحد يعني واحد التلاقح ما بين هاد الناس الطبقه الراقيه كيفاش كتشوف الطبقه الشعبيه، والطبقه الشعبيه كيفاش كتشوف لها الطبقه الراقيه، وكل طبقه عندها المشاكل ديالها وعندها الهموم ديالها وعندها الاحلام ديالها والطموحات ديالها، غير كتختلف من مستوى لمستوى. لقات راسها في المسلسل، يمكن كل طبقه لقات راسها في المسلسل، كل واحد في كنظن انا كل مشاهد لقى راسه في شي شخصيه معينه، سواء في جميله او في حليمه او في الباتول او في سليمه، يعني يمكن، وحنا سعيده جدا بان هذا المسلسل قدر ياخذ هذه الشريحه كامله ويعجب هذه الشريحه كامله ديال المجتمع. يمكن بعض من الجمهور حكم على المسلسل من الحلقات الاولى ديالو، مي هو ما عنده حتى علاقه بالمسلسلات التركيه، حتى علاقه، الاحداث ديالو مختلفه تماما، الشخصيات ديالو مختلفه تماما، البيئه والمحيط مختلف تماما على المسلسلات التركيه تماما. ما يمكن ما عرفتش، يمكن هذا السؤال اللي تسول سليمه يمكن هي يمكن شافت الشخصيه ديالها في التوجه، او نقدروا يبانوا في الاحداث علاش كاينه ديك السيجاره الالكترونيه، يمكن تبان في الاحداث علاش استخدمتها سليمه، ممكن.
كنت اللي كينتظر الجمهور هو التشويق، هو المتعه، هو الاحداث اللي غير متوقعه. اضمنوا لهم المتعه، اضمنوا لهم التشويق، كنضمن لهم عمل غادي يعجبهم بزاف، والاحداث ما يتوقعوهاش غادي تكون، وهادشي اللي عندنا الجمهور. انا يمكن الا كان الجمهور وصلنا مع 8 مليون في النهار ديال طوندونس، الحلقات الاخرى نوصلوا 10 ديال المليون، لان الاحداث تصاعديه بزاف، تشويق كثير، احداث كثيره بزاف. عنضمن اليوم التشويق من اول حلقه حتى لاخر حلقه، انا كنضمنه. شي حاجه كتطلع من القلب راه كتخرج القلب، كان في لي كوليس وفي ملي كنا في التصوير كنا كنحسوا بان هذا العمل شي حاجه زوينه، ما كناش كنصوروا صافي، كنا كنديروا داكشي من قلبنا بزاف. غاصه كاع ليكيب كامله من اول واحد الاصغر واحد سنا، خدمنا عن حب، عن احترافيه، عن احترام. كنا متوقعين يعجب الناس، ينجح. مي كيبقى دائما ردة الفعل الجمهور، الحمد لله الحمد لله، كان ردة الفعل الجمهور إيجابية، وتفاعل مع الجمهور، وحنا عطينا واحد المنتوج وما عطاونا الحب، وعطاونا هذا التفاعل اللي كاين دابا. القلب وما يريد هو المكتوب، غير تبدل له العنوان، هو اللي فقط اللي تبدل، اما هو راه نفس المسلسل. هو لا ما عارفه الصراحه، والله ما عارفه، انا بدي كنت عارفه القلب وما يريد. مي في الكوليس كنت كنسمع ممكن يتغير، صراحه باش ما نكذبش، في الكوليس كنت كنسمع يتغير، سواء يبقى القلب وما يريد او يتغير. فينا المتغير ولا سميتو المكتوب، والمكتوب ما منه هروب في هذا رمضان، الحمد لله. انا ممثله وكنتقمص، يعني نتقمص بزاف الشخصيات، يمكن هذا الدور هذا بين لبنى بواحد الطريقه، مي نقدر نلعب بزاف الشخصيات. انا خريجه المعهد البلدي شعبه التشخيص واخراج المسرحي، وكنشتغل في المسرح، دونك كنلعب بزاف الشخصيات. ف ما عرفتش من الغدا شنو غادي يكون، يمكن نتمنى نعجب الناس في ادوار مختلفه. اللي كيهمني هو ان الجمهور يكون راضي على الاداء ديالي، سوف هاد الشخصيه الشعبيه باردون او شي شخصيات اخرى. غنقول للدنيا بعدا واحد الحاجه، غنقول لها انت غولة ديال التشخيص. كنت فرحانه خدمت معك، وهي عطاتني الكره، ماركيت، ميرسي بوكو. غنقول للجمهور كنبغيكم بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على 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 الحب ديالكم اللي عطاني الثقه في راسي، وفرحانه به بزاف 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 بزاف. نتمنى نكون انا حسن الظن ديالكم، وربي ما يخيبنيش معاكم ان شاء الله. رمضان كريم، يدخل عليكم الصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا لا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله يدوز كيما بغيتوا يا ربي. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.